صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، ايامكم سعيده. اليوم 7/7، تمنياتي للجميع دائما بالخير. طبعا كواكبنا ما زالت في اماكنها، المشتري متراجعا في برج الجدي، عطارد يتراجع في برج السرطان. هلا كان عم يسالني ورد، بقيان يومين ليباشر، يعني خلينا نقول التفاف متقدما. انا بقول بس هاليومين لسه في جزء من تعب، منبلش بعدين كلياتنا نريح. طبعا هو 12 يبلش تقدم، ما زال المريخ متراجع متقدما في برج الحمل، وما زالت الزهرة تتقدم في الجوزاء. أول أخباري عزيزنا مولود برج الحمل لليوم عم بيرتب أموره بشكل إيجابي، يمكن عم بينظم مواعيده، يمكن حركته اليوم ذات نتائج إيجابية، عم بيواصل تخطيط تعديل يوم للقاءات العابرة، للتحضيرات، لتكون فرح بمن حولك، مرتاح أو هادي أو عم تنشغل بأمور أشقاء وشقيقات. مولود برج الثور اليوم الأمور يعني جيدة، رغم أنه يعني لسه في حال من المراوحة عند مولود برج الثور. في حدا عم يسعى ليزعزع الاستقرار من حواليك، اليوم يوم النقل العالمي، يعني عملوا هيك، سووا هيك، قالوا هيك، حكوا هيك. اليوم الأمور أخذ هذا الطابع عند مولود برج الثور، مع أنه أنا بتمنى أنه اليوم تنتبه من محاولات الاستغلال، لأنه وارد يكون في نوع من أنواع التصرفات غير المنطقية حواليك. هلأ بالغالب مو منك، بيخطر لي من محيطك عموماً اليوم، بس هيك هيك أنت اليوم مولود برج الثور، لا تدخل جدال مانو كتير له نتائج. مولود برج الجوزاء اليوم عم بيشعر بمحبة حقيقية للآخرين، والناس حواليه عم بيشعروا بمحبتهم أو بمحبة لألو، عم بيأيدوا مواقفك عموماً، عم بيشكروك، يمكن عم بيقولوا لك شكراً على بعض الأشياء اللي أنت عم تعملهم إياها. اليوم أنت عم بتحط دعامات صحيحة في عملك، ممكن بكلمة، ممكن بتصرف، وارد يكون في توقيع عقد أو تلقي ترقية. هلأ أنا بعتبر الأمور جيدة، إذا في شيء متعب غالباً هو عائلي أو شخصي وليس عملي عموماً. مولود برج السرطان اليوم الأمور جيدة لك، في مساعدات، محبة أو خطوات ناجحة. اليوم أنت من جوا حاسس بالأمان، مرتاح عموماً، في ناس عم بيساعدوك أو عم يمدحوا عملك، وأنت قائد بمحيطك بالمجمل. ما بعرف إذا عم تفكر بسفر أو زيارة تعد لك الحيوية، ترجع لك الحيوية، أو عندك نوع من أنواع الأفراح العملية. مولود برج الأسد غالباً أنت عصبي، ومن مبارح لليوم الأمور بالنسبة لك عم تاخد طابع تأجيل، تأخير، قصص العلاقة بخيارات كأنه لسه ما أجا وقتها. ما بعرف، محتاج تكون أهدأ اليوم، محتاج أجوبتك ما تكون كتير صريحة أو قاطعة. يعني اليوم كأنه موجة عم تاخدك للأمام وموجة عم بترجعك للخلف بأمور تفاصيل صغيرة، على كلين بحاجة منك لجهد متواصل. مولود برج العذراء اليوم عندك 100,000 قصة شغلتك، وغالباً شغلك كتير، معاونينك اليوم ما كتير مريحينك، إنجازاتك حاسة ما عم تكفي أنت بإحساسك، رغم أنه ما في شيء سيء، بس اليوم بالذات يوم ممكن تعاند مولود برج العذراء بأمور صغيرة، غالباً كتلة عمل، غالباً الآن على أمور صحية مثلاً، غالباً في قصص هيك العلاقة بشغل كتير. حاول تمسك العصا اليوم من النص، يعني حاول تخلص أمورك كعمل وتنتبه على بعض المضايقات الصحية. مولود برج الميزان اليوم الأمور جيدة جداً بالنسبة له، خاصة أنه اليوم غفور، هو غفور بطبعه الحياة الميزان. اليوم بقى أنت أكثر وضوح بشرح مشاعرك، مخططاتك، برامجك. يوم في شيء ممكن يكون مصدر سعادة مالياً أو معنوياً، عم بترتب أمورك بطريقة إيجابية وأنت محور اهتمام المحيط. مولود برج العقرب غالباً الآن، ما بعرف إذا الآن على قصة عائلية أو شخصية، بس غالباً الأمور أخذ هذا الطابع، يعني مشكلة عائلية تشغلك ربما، أمور من الآخرين مضايقتك ربما، كلام غير محسوب. كل شيء بتقدر تعمله اليوم إنك تكون هادئ ودبلوماسي، لأنه اليوم يعني ما رح يفيدك انتقادك لأشخاص ما كتير بيعنيك أمرهم، وغالباً القصص أخذ طابع تفاصيل لست تحتاجها. مولود برج القوس اليوم للحركة، للتطورات الإيجابية، مثل كأنه واحد استرد عافيته فجأة، استرد مرحه وضحكه، يعني بلشت الأمور تتحسن سواء عمليا سواء على المستوى الشخصي. اليوم عم بتعيش إقبال على الحياة مولود برج القوس، وحواليك مسؤوليات ربما مادية ربما معنوية ولكنها إيجابية.
مولود برج الجدي غالبا اليوم الامور الماليه هي اللي عم تعنيك، عم تدفع، عم تقبض، عم ترتب، مرتاح عموما، عم ترتب امورك بطريقه جيده، واليوم في اصلاحات ديكور. هلا انا كل شيء بحذره يا مولود برج الجدي هالفترات بالذات انه وارد انه يكون في شيء من الامور الصحيه التي تحتاج دخلك مثلا او مالك، لذلك هي القصص اللي انتبه لي عليها دخيلك. مولود برج الدلو اليوم فايق بكير ونشيط الحقيقه، خاصه على صعيد امور شخصيه غالبا الامور حلوه بالنسبه لك كقوه قرار، يعني نقاش ربما لمشاريع مستقبليه، كانك انت واصدقائك اليوم عم بتحقق قدر من السعاده، غالبا انت مرح، يعني الامور بالغالب ايجابيه على صعيد المحبه، على صعيد العواطف، على صعيد حلول لبعض المشاكل. مولود الحوت اليوم انت اللي مكسل وضايق خلقك وطاقتك مو كتير مريحه، اليوم ابتعد عن سماع الاقوال اللي مانا كتير صحيحه على كلين، او ممكن مانك متاكد من صحتها على كلين، يعني اليوم يوم فيه جزء من تعب بالمجمل. خليني عايد مولود اليوم، مولود سبعه واتمنى له السعاده، الشخص اللي بيوقف جنب اصدقائه وقفه الصديق الوفي، بيعيش حاله من المحبه الدائمه لمن حوله، مساعد، ينجح دائما بس بالصبر والبطء عموما، قلبه كبير، عيونه مليانين حب، شخص طيب وحنون. سنة مهمة بالنسبة له على كل هذا، وخاصة على دعم من المحيط، خاصة لمدح، لتشجيع، لقصص العلاقة ربما بالمال أو بالعمل. سنة مهمة بالنسبة لك وبالمجمل هي سنة إيجابية. بس خليني عايد ماريا عم تحتفل بعيد ميلادها حمصي، إن شاء الله أيامك دائما سعيدة وتضلي بخير. تضلي بخير يا مدام، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك يا نجلاء.